أو ناصر بن خميس بن عبد الله الهاشمي، نعم اللي قدم الهائلة تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وشوطنا الحادي عشر يسير بحفظ من الله ورعاية الخاص بمنافسة الجعدان الإذاعة المحليات الأصايل. نبدأ بالمقدمة وبالصدارة، وهنا شاهين سيب الراشد الشعالي العليلي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما في المركز الثاني مريح حارب بن محمد بن حمد الافتبي، بينما في المركز الثالث هذا شاهين عبيد بن محمد بن بدر العليلي، والمركز الرابع هنا خطام لحمد بن سالم بن دري الفلاحي، بينما في المركز الخامس هذا شديد مبارك بن سالم بالحوتة العامري يتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات، وسادس المراكز هنا الشارد مبارك بن يديب بن بطي بن ميثان الشامسي، بينما نتابع المركز السابع من الجانب الآخر وهذا هملول خالد بن المر بن حلوة يتقدم، بينما ناخذ اللي على المركز الثامن وهنا المختبر سالم بن علي بن سالم الدرعي، بينما في تاسع التحديات صياد مبارك بن بضعيف بن سيف الشامسي، وعاشر المراكز نراغب هنا شاهين لراشد بن ناصر بن راشد اليابري. هذه هي نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الأولى. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، وهنا المسيطر مريح لحارب بن محمد بن حمد الاكتبي من يقدم لنا مريح اللي على المقدمة، بينما ناخذ اللي على المركز الثاني هذا شاهين لسيف بن راشد الشعالي العليلي، بينما في المركز الثالث هذا شاهين عبيد بن محمد بن بدر العليلي، والمركز الرابع راغب هنا شديد مبارك بن سالم بالحوتة العامري، والمركز الخامس هذا هملول خالد بن المرب الحلوة اللي يتقدم على المركز الخامس في هذه الاندفاع وهذا الانطلاق. عودة
عودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، إلى البداية في هذه الاندفاع. ما شاء الله وتبارك الله على مريع وسيطرة مريع اللي على المقدمة، مريع اللي على الصدارة الأولى يتقدم في هذه الانطلاقة الجميلة. بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني يأتينا الآن ويتقدم في هذه اللحظات هذا شعار بن بدر، يقدم لنا متابعين الكرام اللي هو أيضا شاهين عبيد بن محمد بن بدر في هذه الانطلاقة. بينما ناخذ اللي على المركز الثالث، في المركز الثالث نراقب هنا شعار بالحوتة، يقدم لنا شديد مبارك بن سالم بالحوتة العامري مع المركز الثالث. بينما في المركز الرابع، في المركز الرابع راغب هنا الشارد مبارك بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي على المركز الرابع. بينما في خامس التحديات، في المركز الخامس هملول خالد بن المر بن حلوة يتقدم مع هذه الاندفاع الجميلة، لكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودوه إلى البداية، أعود إلى الصراع إلى شاهين عبيد بن محمد بن بدر العليلي اللي مسيطر على المقدمة الأولى، اللي سيطر على المركز الأول في هذه اللحظات. بينما نراقب اللي على المركز الثاني، اللي على المركز الثاني هذا الشارد مبارك بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي ياتينا على المركز الثاني. بينما ناخذ اللي على المركز الثالث، اللي على المركز الثالث شديد مبارك بن سالم بن أحمد بن الحوت العامري. أما في المركز الرابع، المركز الرابع هذا شعار مسري بالعرثي يقدم لنا شاهين، أم هنا محمد بالعوضي بيحيى المنهالي، نعم يتقدم في هذه الاندفاع. وهناك الأسماء اللي واصلة اللي قادمة مع هذه الأمتار النهائية، وهذا شاهين اللي على المقدمة، شاهين اللي على المركز الأول، عبيد بن محمد بن بدر العليلي، العليلي اللي على المقدمة الأولى. روح يا بن بدر روح، روح مع هذه الاندفاع. المركز الثاني الشارد مبارك بن هدي بن بطي بن بيثان الشامسي قادما بقوة في هذه الانطلاقة مع الأمتار الأخيرة. المركز الثالث شاهين محمد بالعوضي المنهالي، الله يا سلام يا سلام يا شاهين 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 شاهين، عبيد بن محمد بن بدر العليلي مع المقدمة الأولى ينطلق بناموس هذا الشوط، يبدو أنه سينتزع ناموس هذا الشوط من خلال هذا الانفراد اللي على المقدمة على البداية الأولى. تهانينا والناموس لعبيد بن محمد بن بدر العليلي على فوز شاهين وانتزاعه لناموس هذا الشوط. المركز الثاني الشارد بارك بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي، المركز الثالث وصل شعار بالعوضي محمد بالعوضي المنهالي، المركز الرابع كان الوصول متابعين الكرام من ناصي محمد براشد الكعبي، المركز الخامس وصل شديد مبارك بن سالم بالحوتة العامري. هذه هي النتيجة، عودة للتوقيت الزمني ساعة الوصول إلى خط النهاية بسبع دقائق 44 ثانية. تهانينا وناموس لعبيد بن محمد بن بدر العليلي على فوز شاهين، تهانينا لجميع الفائزين.